السلام عليكم. خير خير يا ابو شفي. رد السلام يا اخي، قلنا السلام عليكم. يا اخوي كسرت البيت يا اخوي، لعبت فيه يا اخوي. وعليكم السلام، خير وش تبي؟ انا عامر ولد ابو عامر، هذاك بيتنا. وهذه شاهي وقهوه جايبتها امي ضيافه لكم. في احد اشتكى لك قال ان احنا نبي شاي وقهوه؟ انا من يوم ما شفت القفازات السود وانا غاسل ايدي، شكلك من عشاق القهوه السوداء. اتحداك يا باريستا. اقول حبيبي روح لبيتكم، ها خذ الشاي والقهوه وودها بيتكم وتقهوا. لا عاد اشوفك عند باب البيت، ها؟ بس امي مسويتها وتعبانه. يلا 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 توكل على الله. يلا جملين معك حنا. يلا توكل على الله. يلا طب خذها بس مجامله يعني. ايش في ذا؟ وشو اللي رجعته؟ رفض يستلمها وقفل الباب بوجه النفسيه. رفض يستلمها؟ والله من سلوبك اللي مثل وجهك. تاني عرفت على نفسك، قلت انا عامر ولد ابو عامر. لكن ماش قليل دبرة. أنا قليل دبرة؟ قسم بالله سويت كل اللي قلته. ما ظنتي، أنا متأكدة إنك أخطيت على الرجال. ولا ليش يقفل الباب بوجهك؟ أنا بروح أصلح الموضوع مع الرجال، وانت انزل واخر عن وجهي. سم أبيكم يا جماعة تروحوا معي نعزم جارنا الجديد على ذبيحة. فنان لا فض فوك يا أبو عامر. كفو أبو عامر، حق واجب، استاهل جارنا الجديد الذبيحة. يا إبا والله هذا الآدمي ما يستحي. ساعة عند الباب ما يفتح. والله إنك صادق. ساعة ينتظر يا جماعة، خلاص مشينا يا جماعة. استهدوا بالله، يمكن الرجال مريض مو موجود. العين أبو الحظ ريق ومشكب. وش عندكم أنت أبو عبيد؟ جابك الله، نبيك تعطينا رقم المساج الجديد، نبي نعزم حنا يا أهل الحارة. ومن قالك انه يبي عزايمكم؟ هذا رجال له اجتماعي ولا يبي يتعرف على احد من الجيران. يلا توكل على الله. عجيب. يا الحبيب. هلا. طالب طلبية؟ لا، بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصيدلية، ممكن تسلمها عنه؟ أقول يا طيب، الطلب لي أنا اللي طالب الطلب يا أخوي. أخوي اصبر. سلامات يا جار، طالبني بر. يخرب بيتك، الحارة كلها درت اني طالب بر يا اخوي. هات ايش دخلك يا اخوي؟ ما تنام انت؟ حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراكم شخص الموضوع. انت سلفت ذا.